هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعاية هذا اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين في أعمال الدورة 40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبدأ في العاصمة الرياض في وقت لاحق اليوم. وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفدى لدى مغادرته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويرافق صاحب الجلالة وفد رسمي مكون من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار صاحب الجلالة لشؤون الإعلام، سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الإعلام، سعادة الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، سعادة اللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية، سعادة السيد حمد بن علي الكعبي السكرتير الشخصي لجلالة الملك المفدى، اللواء الركن طيار محمد بن بحسين المسلم رئيس شؤون المتابعة الملكية. رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال. هذا وقد وصل أصحاب الجلالة والسمو رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى قاعدة سلمان الجوية بالعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في أعمال المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها 40 بالسعودية، حيث وصل على رأس وفد دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، فيما وصل على رأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ووصل على رأس وفد سلطنة عمان الشقيقة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان. وكان في استقبال أصحاب الجلالة والسمو رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد من كبار المسؤولين في المملكة.